ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة وزحمة اختبارات والاختار اللي هذا 1970. أنا مش مقتنع، أنا بختار الجيش أصلا، مش مقتنع في 1970 بصراحة. يعني 1970 أحس يسمونه شو، أوفر إكزاجريتنج، مبالغ في الموضوع. انزين، احنا عندنا شوية فلوس الحين وعندنا ممرات، وخليهم يستعملون ممرات طويلة، ما عندي مشكلة. الحين اللي بسويه انا بسوي زحمه اكثر. احنا اخر مره شو سوينا؟ سوينا موظفين، سوينا هذا، سوينا هاي الامور. في دائما في حد شغال اون ديوتي، تشوفوا اون ديوتي، في واحد اون ديوتي، دائما لازم يكون حد. هذا يشيل السامان حاليا، ما نبغى الكارغو، ما عندنا احتياج فيه. الحين اللي ابغى اسوي، لان احنا ماكسيموم ولا اكثر عدد قطارات اتصور نقدر نجيب 8 قطارات، حلو، وقاعد اسوي زحمه في المكان، بس ما عندي خدمات وايد. انا حسيت، فشو ابى اسوي؟ ابى اجيب خدمات اكثر، نبني على اساس القطار، لان القطار اللي جاي انا ما ابى ابني شو قطار. مثلا الحين بنفرض اني ببني قطار، حلو، الحين ما اقدر اظن القطار يبغى 100,000 تقريبا. ال 100,000 هذه يعني مثلا 100,000، لا مش هذا الشيء. ابني هذا مثلا قطار هني يوقف، ابى القطار يوقف بعيد، ابى المكان قدام فاضي، حلو، حطي له ستوب هني وبحطي له ارضيه. والله استوى. Attention please, this is a safety announcement. If you see any suspicious activity or unattended luggage, notify. الحين حطينا نحن بعد قطار. قطار بيضمن القطار طبعا ان نحن نحطيله ما تذاكر، ونحط هني كراسي. كنا بنحط كراسي اخر مره بس ما استوى عندي فلوس اني احط كراسي فيه. فشو بسوي؟ بحط كراسي. على فكره وايد مزعجه. انزين، بحط لك كرسي، كرسيين، كرسي، كرسيين. ما اظني بحتاج كراسي اكثر حق القطار. انزين، بنحط اندور ديكوريشن. نبقى عند القطار شوي نفرفش، يعني نشوف وردة، نشوف شيء، نشوف كذا. اللوحة مال البيانات من الصوبين، كل لوحة تخبرهم شو يسوون. ورا اللي ينظف شوي، تشوف نخلة شيء، هذا مال الانفورميشن. نسيت هذا شو كنت حاط انا. انزين، تايم تيبل سيت اب. انزين، الحين لازم نص الليل عشان نرتب هذا نحن. بس نحن الحين هدفنا مش نرتبه، هذا هدفنا، بس بعيد ترى، بياخذون يعني مشوار يمشون لين هني لين نوصل لين هني. بس عندنا نحن باصات المفروض في كل وقت يجون الحين، فاذا يو في كل وقت هذا قاعد يصلح، شغالين يصلحون في المكان، ينظفون في المكان، استوى عندنا شفتات محترمه يعني. بس شو اخبارهم اللي هني داشين اصلا؟ مستانسين ومستانسين، انا ما اعرف. اقدر اوسع المكان من هني، بس الحين حاليا احس مالي لازم اني اوسع، الا اذا المكان هذا راح يسوي لي بعض امور ولا بعض اضافات. يعني اقدر اضيف باصات هني وهني وهني وهني، بس لا، بس ما يصير، ما يصير يعني، مش مقتنع حاليا فيه. انزين، الحين خلينا نحط لهم هني خدمات اساسيه. الله يعزكم، سوالف كشره زباله، خل حد يبي يتصور، حد يبي يسوي شيء، بنحط لهم بولك بندنج. المكاين احب احطيهم في ظهر بعض، بس ما يركبون سيدر، انا هذا اللي مضايقني. بس يعني ما ادري، بنحطي هذا هني زين، بنحطي مال العلكه، ما ادري في حد يستعمل هالسوالف الا الحين، ما اظني. بل خلنا نحط لنا ارضيه هني على اساس الناس تمشي اكثر افضل. زين، الناس بتمشي بشكل افضل هني. هني بحتاج ممر، هني انا بحتاج ممر. ليش؟ لان الممر هني راح يكون 30,000. بس المشكله مش في 30,000 حاليا، صح؟ underpass. المشكلة مش في 30,000، مثلا هني يعني هني يركب عندي بدون مشاكل. شوف، في شيء انا احطيه هني، بلاتفورم تايلز. اوكي، هذا حق القطار، شوفوا، احطيه هني وهذا احطيه هني. صبر، هذا بس بالقطار، هذا حق القطار هذا نفسه. فاذا حطيته الحين، اقدر احط الممر اللي هو تحت الارض. ايوه، شوفوا، على اساس الناس ما تاخذ مشوار، مثلا وصل يبي ياخذ العصير ولا شيء، ما ياخذ له مشوار، ما له داعي يعني، مشوار كبير. انزين، الحين وصلنا نص الليل، خلينا نعدل الجدول، لان في عندي اختارات ما قاعده تجي الصراحه.
زين لحظة اختار اختارين ثلاثة. الحين انا ماخذ الجديد هذا بكبره بس حق الثلاثة هايلة. زين الحين كل القطارات تقريبا تي عندنا كل الاوقات، بس اظني بينا قطارات اكثر، لان هذا مثلا ما اقدر احطه زيادة. والسيتي ترانسبورت ناشونال كوميوترز، كوميوترز بس، وفي كوميوتر هذا، يعني هاي مع بعض وهاي مع بعض اتصور. بس اظن الكمبيوتر وستي لينك انا بحطيهن هني. عندنا كار باركنج، باركن سيارات، بس باركن سيارات بعد ترى اذا الناس تبى تنزل حد. زين اذا الناس تبى تنزل حد انا ما باهم يحطون هناك. زين ادق ار من الصبح ليش ما في روتيت؟ ليش ما في روتيت؟ اظني بحتل هالمكان بعد. هل نحط باركن سيارة هنا؟ شوف شوف منو بينزل، منو بينزل، منو زين منو بينزل حد، لان اظني سيارات مش بربط في اي حد. في اي بي باركنج يا حبيبي. هذي اللي بيكونون هني. اوكي بايسكل مال سياكل. لحظة هذا شيء حلو. لحظة يسوي ورا السيارات حرام، والله حرام، المفروض يخلوني اسوي، والله حرام. زين هني ما اقدر اسوي، مشكلة ما اقدر اسوي له روتيت ولا اي شيء، تعرفون؟ ما اقدر الفه. بس طر شوف شوف ما سياكل 25000 مو عادي، هاي بس عندي 25000 اسوي. فنان والله انه فنان. زين خلنا نحط فاسيلتيز حق العالم. لحظة خلنا نحط لهم بيت راحة صغير، لان استوى الدرب بعيد، والدرب البعيد راح يسوي لنا بابليك مول، بابليك ريست روم. هذا بنحطيه هني. صبر بس خلينا نحط ارضيه. زين خلينا نحط ارضيه هني. زين ونحط لنا سمول بابليك روم. مر على القطار احسه غلط، خلينا نحطه بالعكس هني في الدرب، لان هني على الاغلب انا ما راح احط شيء ثاني. بس ما عندي 30000 ولا 30000. فود ستيشن اوكي، هذا الصراحه لازم. بس فود ستيشن بيكون مكان حلو هني، ليش؟ لانه قريب على هالقطار وقريب على هالقطار، فمنها اللي يقدرون يريحون هني 85000. انزين انا عندي شوي مشكله في الميزانيه، المفروض اسوي تخطيط افضل. وتبر قاعد اسوي اي شيء، قاعد اسوي تخطيط افضل. الحين شوي يكون ضرب عشوائي دائما في اول مرحله، سلسله مش طويله، وما ابغى اسوي لكم شيء كثره. انزين خلينا نسوي هني هذا، نسوي لهم تراش كان عندهم، لاند ديكوريشن ما يبون هني. نبى نحط لهم نحن هني فاسيلتيز، نبى نحط لهم، خلي احد ينظف جواتي برا على 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 الاخطار هذا ابغى ينظف. بس وين بحطيه؟ هني ما اقدر احطيه، هني عند اللوحة، عند هاي في الوسط. هاي المكان هم حلو ترى، مركزي نوعا ما يعتبر، فبيون ناس عندهم، فبيونهم من كل مكان، الاخطار هذا واخطار هذا اللي جاينا. بس اخطار هذا شو مشكلته؟ يباله مكان انتظار، يعني الناس تجيني كيف تنتظر اخطار؟ ما مش قادرة تنتظر اخطار، فبتروح مكان ثاني، فلازم نحط لهم مكان ينتظرون فيه القطار اللي بعده، بيسك بنش. الحين طبعا قام انه ما يستوي عندي فلوس حق اي شيء، بس عادي يعني نحن نحل مشكله الميزانيه هاي قريب، ما عندنا اي مشاكل تقريبا نحل الميزانيه. هذا المكان انا مش مقتنع انه وايد صغير. لحظه صبر، لازم ما عندي فلوس، ما عندي فلوس. الحين نص الليل بيستوي عندي فلوس، ما عندكم مشكله. هذين بيكونون مكان مركزي نوعا ما، اللي هو الكنترول روم وهالسوالف. فاترين ستيشن سيموليتر الى اخره الى اخره. نحن ما بقى لنا شيء ترى، 51 يوم على 1980، هذه تمتد لين 2010. زين تايم تيبل، في شيء تغير عندي محتاج اغيره؟ لا كلهم يقدرون يجون، بس هذا اهم شيء. بس خلاص دام كلهم يقدرون يجون خلنا نص الليل يروح وانا مرتاح، ما عندي مشاكل. انزين الحين فلوس بتينا، هيتنا فلوس، شو بسوي؟ بسوي اول شيء هني مكان، انا شيء هني بسوي مكان عريض شوي. لا خلنا نعرض المكان هني، عقب بشتغل على الباقي. الحين خلنا بس
نقدر لان كل قطار الحين له مال تذاكر. حلو، كل قطار لازم يكون له هذي اللي هم يخبرونه وين متى الرحلات وهي السوالف. 1980 هالشيء زين. كوفي ستاند بنحتاج حكم كوفي ستاند هني زين، بنحط لهم شوي خدمات لان هم الحين ما عندهم اي شيء. خلينا نحط الكتره هني، يشتركوا في هني عقب كتره من برا لو سمحتوا يعني. حط لهم مكان كتره هني، وبنحط لهم تكت ماشين. اوكي يقدرون يشترون تذاكر من هاي. لا ممكن، ليش الزحمه هناك ياخذون من هني؟ ليش لازم يروحون في الزحمه هاي؟ اذا يبون يصورون صوره قبل لا يسافرون هني. حاطين لنا اثنين مع التصوير، عندنا واحد هني بعد شوفوا في النص نوعا ما عشوائي، مش عشوائي من ظلمي انا كنت. انا عندي خطة حقهم نوعا ما، خطة نص نص زين. الحين محتاجين فاسيلتيز، لونش بار. لونش بار ابى احطيه انا بالوسط، بس شكله هذا اكثر مكان استراتيجي هني بيكون. واللونش بار راح يكلفني 60,000، بس اللونش بار بيكون وايد حلو. ليش؟ لما بسوي قطار هني بنحط قطار في اي بيز. اوكي تشوف القطار يوقف برا على الفراية، خليه يوقف وين ما يبغى، بس على الاقل ما يسوي لي زحمه داخل محطه القطارات. نبى مكان فاضي نحط فيه خدمات، نحط فيها سوالف، يكون في عندنا مكان في اي بيز احنا هني، مكان ناس مهمه. الناس المهمه ما راح تتحمل نفس باقي الناس العاديه. اما بالنسبه للتذاكر نحن اذا تزيد ولا نفس المبدا. مسافرين قاعد نزيد هني، نقص ثانية نقص معنا الحين قطاراتنا أكثر يعني لو نحن. أوكي تغير القطارات كلها، خلنا نحط كميوترز. أظني أنا عندي ما يكفي أني مش يكفي، لأ عندي بيكون في فراغ. ناشونال كوميشن اللي عندي هاي الاثنين هذا هو. بس بالنسبه للجدول سيتي ترانزيت انا مقتنع في شيء واحد، ان هذا الترتيب الاولي اظني بيكون احسن ترتيب. خلينا نرتب عدل. اوكي كمبيوترز اكثر ناس يروحون يردون. بنسوي شغلة ثانية حقهم ترى، سيتي لينك اندر جراوند كونكشن، هذا وين نحط؟ اوكي عندنا باركن احتياجات خاصة، بحطي لوننا 40,000، اعرف كنا بنحطي لونش، بنحطي اندر جراوند كونكشن 200,000، سيتي لينك اقدر احطيه بس 40,000، بايسكل باركنجز بنلزقه قد ما نقدر هني. يستوي عندنا الميزانية 6,000، بس 6,000 هاي الحين نحن لازم نعدل شوي شغلات. ليش؟ لأن الحين الهدف مالي أنا شو أسوي؟ الهدف إني أبيع تذاكر قد ما أقدر، يعني تذاكر بارحة ما نباع وايد تذاكر. أوكي؟ فالحين شو بسوي؟ بحط فاسيلتيز، لأن شكلها هاي البوث ولا اللي يبيعون تذاكر أحسن مش كفاية الناس تشتري منهم. عندنا الستاندرد مال تذاكر اللي هي هاي 800 رخاص، يعني ما في موظفين زين. هل واحد يشوف الرحله يشتري تذكره، ادي هني يشوف الرحله عند الانفورميشن بوث ياخذ معلومات السفره، يجون ياخذون لهم تذاكر. احس ان هاي الطريقه الرخيصه المناسبه. هني ما اقدر احطي ولا هني اقدر احطي، فخلنا بحطي لهم اماكن في الوسط يجون يشترون منها. هل هذا بيوفر لي ناس اكثر؟ انا ما اعرف، لكن خلينا نحط لهم خدمات زياده يطرشون بريد، يعني بيكون عندنا بوابه ثانيه. سيستم قديم، سيستم بريد سيستم قديم، واحد يحق رسالته ويروح، اللي ما يعرف السيستم هذا ما يعرف شو السالفه. زين بنحط التليفونات هني بالطريقه هاي، واللي بيتصل ما له داعي يروح اخر الدنيا يعني. هاي وجهه نظر كامله من بحط تليفونات زياده، لان الناس بكل ما تستعمل خدمات زيادة عندي في القطار أنا قاعد أدفعهم فلوس زيادة في نهاية اليوم. في نهاية اليوم أنا الكسبان، وأنا اللي أريد أدخل إنكم حلو من وراهم، فلازم أكون موفر لهم وايد أمور. الحين التراكات كلها شغالة، بس لا في عندي رحلة مش شغالة.
لأن في رحلات الطول يعني شوفوا عندي استوى 4 رحلات الحين، هذا مش رحلة واحدة، فالوقت اللي يوقف فيه القطار ولا القطارات اللي تجي فيه أكثر تكون، ما يكون بنفس الكمية اللي قبله، فلازم نوفر حتى سكة قطار أكثر. بس الحين اللي همي أنا هذا كله إن أنا أبيع تذاكر أكثر عن اليوم اللي قبل. شوفوا عطينا التكت بوت، أنا أحس إن التكت بوت سوى الشغل. الحين بنشل بنحطي دخل اليوم بنحطيه في المطعم، أنا محتاج مطعم، لازم يكون في مطعم في الوسط يغطي فئة كبيرة من الناس، لأن الناس بتريا وايد، في ناس عندنا باصات تجي بدري قبل ساعتين ثلاث، إذا أنا أفكر فيها عدل زين ما بيقعدون يتريون، ما يقدرون، ما يقدرون يتبرون، صعب جدا. واليوم كانت تكلفة قبل يومين في اللعبة 8 كانت تكلفة البناء عالية، لكن الحين ليش نقص هذا؟ كان الحين ولا شو؟ زين أظني كل يوم في الليل لازم أرد أشوف الاختارات صح؟ لا أوكي وضعه تمام، اختارات وضعها زين، بس استو عندي 48,000 ما استو عندي سعر منو؟ سعر صديقنا، فهذا معناه أقدر أنا أقدر لحظة خلنا نوقف اللعبة زين، أقدر أبني واحد هني برخيص طار زين. اقدر ان شاء الله اقدر، ايه قدرت زين. شوف الحين هذه يسمونه الميزانيه ممكنه، كم تم عندي فلوس 11,000 11,000 اوكي، عندنا مال تذاكر بحط لهم هني مال تذاكر. شوفوا شوفوا هذا اقل ميزانيه ممكنه احطيها على قطار بصراحه، يعني اقل من هذا ما اتصور فيه. لحظه 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 في شيء حلو، ويت يقول لي 4% عليه، 20% عليه، 10% هني، 12% هني، 85% في المية هني. في زحمة على القطار الأولي، خلنا نزيد هاي، أحس مكانهم غير منسي، بالهم شيء في الوسط ولا شيء يمين شيء يسار. زين إذا بالطريقة هاي خلنا نخف الزحمة اللي هني. لحظة أوبجكتس 100% هني، 100% هني، فيبالي مال تذاكر الحين ما عندي فلوس حقه خلاص برايه، بس هاي المفروض الحين يوفروه لي زحمه الصراحه. شوف اهم شيء هذا ما يستوي له ريست وانا ما ادري ايش السالفه، بعدين ما يجيني ولا اخطار وتوهق. لا 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 عندي اخطار رابع، عندي اخطار رابع، صبر عندي اخطار رابع، ايش اخطار واحد بس، اخطار واحد ما ابغى شيء ثاني، ابغى القطار اللي ما ينشل يشله هني. زين اسوي زحمه هني، خلها زحمه هناك مو مشكله، لان هني في خدمات او لان عند تراك 1 وتراك 2 احنا وايد زحمه مسوين، اخلي اطرشهم ورا شوي تراك 4، يعني اخلي الناشونالز كلهم طرات ناشونال تروح وين التراك كله، ما اقدر اطرشهم ما اقدر، بس افضي شوي التراكس الباقيات ما عليه مو مشكله، افضيهم مقابل شو؟ مقابل اني اسوي زحمه شوي تحت عن فوق، وهذا تراك 3 شوي فيه خدمات اوكي، يعني هالثنين بيستقبلون ناشونال 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 اوكي وايد حلو، يعني مش لازم كل الناشونال بس افضل انهم مكان واحد يروحون زين، يكون في شوي تخصص في الموضوع هذا. معناه الحين هذا بيشتغل، بس هذا يباله تذاكر، هذا اللي هنا ما اعرف وش كثر بيسوي يعني الصراحه. شو لازم ادق على حد كليك؟ ايوه يوم ادق ستوب يفوي يبين علي الضغط اللي عليه الحين 0% بدا زين، بشوف الناس كيف تسوي زحمه عليه، ناس اذا سويت عليه زحمه مصيبه المصايب. انزين الحين نبغى نبيع تذاكر من الصبح خلاص، ما في طريقه نفتح فيه القطار 24 ساعه بيكون وايد حلو. اوكي فتحنا الصبح 75,000، شوفوا 5 الصبح 75,000، بس لا تنسون استوى عندنا وايد رواتب، نحن عندنا الشرطي 24 ساعه، عندنا اعمال بناء 24 ساعه، عندنا تنظيف 24 ساعة. انا تني شفت واحد طايح، لحظة شفت واحد طايح واختفى، وين صار؟ وين صار هالواحد اللي اختفى؟ كان في واحد واختفى صح؟ اوكي خلنا نشوف الاوبجكت، 0000 بالمية 25 25، شوف شوف اوكي قام يتوزع الضغط شوي قام يتوزع الضغط، اهم شيء الحين اوزع الضغط على اساس ابدا ابيع تذاكر. في نفس الوقت بحاول ما احطيهم القطارات مكان واحد، بحط القطارات مكان مختلف على اساس مش كلهم يشترون من نفس المكان وتوهق،
الحين نحن على الصبح تو فاتحين اخبار واشوف انه ممتاز يعني. خلينا نشوف اليوم، شوفوا بنتابع اليوم، شوفوا الحساب 20,000، التكلفة انا بنيت 45,000. نبقى الحين هذا لو يوصل لفوق 100,000، لو يوصل 100,000 يوميا معناه نحن ياسين نسوي تقدم مش طبيعي في الموضوع، يعني تقدم مضبوط. زين، عندنا مشكله انفورميشن كلين ترانزيت، ما عندنا ترانزيت، شوي تعبان شوي يبالنا النقل، مع اني حاط لهم انا شوي شغلات. بشو بسوي؟ عندي 3000، بسوي ممر هني وبعدين الحين مو مشكله بسوي لين هني ممر، المهم الفكره يعني، وبسوي هني مكان وبني بالنص داخل. الجدار كان غلطة، ليش؟ لأن الجدار غالي 500 الحبة، أنا خسرت يمكن 10,000 5,000 هني. انزل اليوم شو كان الجدول؟ بعنا تذاكر، هي بعنا 130، بعنا كذا، عندنا 50,000. انزل صبر، خلونا نشوف جدول اليوم، تغير شيء؟ ما تغير شيء. بنخلي الفلوس هاي حق شو؟ حق ناس أكثر تي، لأن أظني 12%، 39%، 100% ضغط على هذا. هذا وايد ضغط عليه، وايد ضغط عليه، 100% ضغط على هذا المسكين ينظف هذا. منو؟ أنا ما أقدر ألف الشاشة حتى، ما أعرف هذا اللي حطيته منو كان، نسيت والله. بس ها ما كان ينظف جواتي، لا ها كان يسوي شيء ثاني. انفورميشن، هذا كان ديسك، أظن انفورميشن ديسك مكتب معلومات. انزين، هذا الناس تبغى معلومات طبعا، حطي لهم هذا. زين، هذا بكم؟ 15,000 مكتب معلومات واحد، 15,000 كلفني. زين، هني تذاكر اوكي، هني تذاكر اوكي، هني تذاكر ما حد اياها. الضغط كله على هذا ليش؟ خلنا نحطي له واحد. التصميم مستوى، لا بنحطيها الصوب، بنحطيها الصوب، بنحطي لهم جسر. 30,000 ما عندي، لا 30,000 ما عندي. زين، خلينا نكمل مشروع المواصلات. زين، بتشوف كيف بخف الضغط على التذاكر هناك. لازم ابعد المسافات بين الجدول، الحين ببعد المسافات بين الجدول. زين، بس الحين شو بنسوي؟ سيتي ترانزيت، بنحط ناشونال، مش هذا وين صار؟ هاي باله 200,000، 40,000، لا بعده بدري، بعده بدري على هاي، بعده وايد بدري. زين، اللي ابغى اسوي الجدول الحين، شوفوا تراك 1 صبح 2، مع انه ما عليه زحمه، انا ما قاعد احط بعد، بس اظن يجون حق تراك 2 هم. خلنا نفضي هذا، ابعد شوي بينهم، بس بعد هني قربته نفس الشيء. خلاص مره اذا سالوا الطريقه هاي، خلى تراك هذا، اخله هني، اخله بعقهم كلهم تراك 4. وزع الضغط اللي هني عند السكك الثانية، السكك الثانية ما عليها زحمة. الحين أوزع الزحمة، في شيء ما في أحد مو برايح باد شيء. زين، أوكي، الحين أظن نحن جاهزين، شبه جاهزين حق اليوم اللي عقبه. أبغى هني أسوي مكان مربع، مربع شغلات الفخمة بحطي عليها هني، أوكي، أحطيها هني، أوكي. طبعا كله بيكون شو اسمه، كله بيكون تايل عادي. 3 واحد، 2 3، اساس الناس الفخمه يعني تمشي عليه، عرفتوا حركات يعني. ولا هذا كله راح يكون فيه شو اسمه عادي يعني، مش قضيه يعني. انزين، الحين بنشوف الارباح مال اليوم في دقائق، بس خلوني اعبي هالمكان على اساس هالمكان اشتغل عدل. زين، هذا المكان يباله بعد 500، هذا شوي غالي. انا سحبت شغلات غاليه ترى، ما سحبت شغلات رخيصه. هني الحين هذا منو؟ دينيس، هاي يشتغل عندي، شو يشتغل؟ والله ما اعرف شو يشتغل، خله. زين، الحين بنشوف التذاكر عندنا، بنتابع التذاكر. التذاكر راح تنباع ان شاء الله بشكل افضل. ايوه، 77%، 20% راح الصوب الثاني. شوفوا، مع ان عندنا كم مكينة، شوفوا، مع ان كم مكينة هني، مليون مكينة، الضغط كله هني وهني، بس الناس ما تحب تروح مكان ثاني. زين، هني في ضغط، ما حد يجي هني، شوفوا خير شر، ما حد يجي.
لان اظني اكثر الزحمه من الكوميوترز اللي هي الناس اللي يتنقلون ولا الرحالين ولا ما اعرف اليوم شيء من هالقبيل. ما في شيء باركن سياكل متعوب عليه. شوفوا محله فنان يدق سيكله سلف ويروح. هذا باركن احتياجات خاصه، باركن سيارات عادي، مجموعه باركنات حلوه يعني. زين الحين نحن على 130 تذكره، اتمنى اسكر 200 تذكره على الاقل، لان قبل كم سكرنا 130. الحين وفرنا نحن هاي 100% ضغط بعد. يا حبيبي ليش 100% على هالثنين؟ زين كل هذا فاضي عندهم، وفي الفضاوه اللي عندهم. ها يبالي حد ثاني ينظف، يبالي حد ثاني، بس حاليا الميزانيه ما تسمح وايد. شو بسوي انا؟ بوصل شيء 60,000 الحين. اذا وصلت اليوم شيء 60,000 بكون مستانس، بس ما بوصل اظن. 135 كلها حق 130 بس. عندهم كراسي، ما تذاكر، بس اللي يتزاحمون هنا على اول واحد ما تذاكر. شوف يتزاحمون على اول واحد بعدين يروحون الباقين. بس بعنا فوق ال 140. ابى اكسر حاجز، ابى اكسر حاجز ال 200 انا. بس اظن اليوم نفسه هي فرق. اظن اليوم نفسه هي فرق، لان اظني التذاكر لو اشلهم من هني. لحظه انا بخبركم اكس. زين ما في موف تول هني، ابى نحرك شيء مكانه يعني. ابى احرك هذا مكانه، وين اسير؟ فاسيلتيز ما بادمر انا، ما بادمر انا، ابى انقل. بس اظني ما نقدر ننقل نحن هني. هاي اللعبه شيء حطينا، ولكن الحين ما في ميزانيه، ولكن بكسر التذاكر، بحط التذاكر مكان واحد. يدخلون المدينه في البدايه يشترون تذاكر من هني اول شيء، عقب يروحون وين ما يبون. ممكن احط، ممكن ابدا مرحله واحده اللي هي ادمر هذا، ادمر هذا زين، واحط مكان هالثنين يشترون تذاكر من وين؟ اول ما يدخلون يشترون التذاكر من هني. خلنا ندمر هاي الكلام. انا اتمنى ان الخطة هاي تنجح، اتمنى، لان الخطة هاي ما نجحت انا راح ما راح اكون مستانس وايد. اخ اخ نقصنا فلوس والله. ليش ما يعوضون بفلوس يعني؟ ما اعرف كيف بيتحمل الضغط على التذاكر، بس اذا ما ببيع تذاكر اكثر اظن. زين بس اذا بالطريقه هاي في ناس تروح المشينة دايركت، في ناس ما تسوي سالفه حق الكشك هذا نفسه. شوف 75% ضغط اوريدي. ابا هاي اللي يشتغلون، هاي اللي احس ما منهم فايده. فاذا اسوي مكان مركزي حق التذاكر هني، لان المكان هذا اصلا فاضي كامل، نقدر نحط قدامه مطعم ولا اي شيء. نقدر نحط اثنين 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 اثنين، ما عندنا مشاكل. بس اليوم ما اظن بنبيع تذاكر على السيت اب هذا، صعب. شوفوا السيت اب مالي غلط نوعا ما، انا ما حسبت حساب الفلوس عدل. وين ال وين؟ لحظة 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 لحظة، من زمان ما لعبنا سيميليشن كينج نفس هاي في القناة. في حد ما تشوف ناس تنزل؟ ايوه انت قول. لحظه لحظه لحظه، كيف 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 تبى الناس تنزل وانت مش حاط لهم مكان تنزلون فيه؟ الظالم والله يا المجرم. الهم كان ينزلون فيه زين، وين بينزلون؟ اظن ما يقدرون ينزلون، اتصور ما يقدرون ينزلون الا هذا. مش متاكد الصراحه، مش متاكد من المعلومه، لكن من تصوري الشخصي. زين الحين هاي وين ينزلون؟ اظني ما نستفيد من القطار كامل اذا بالطريقه هاي. شوفوا اكس 1 اكس 1 اكس 4 اكس 5. ايوه عسب كذي ما عندنا زحمه. شوفوا عندنا مكان واحد بس. ما ممكن نتعلم بالطريقه الصعبه، ممكن امسحها جد من جد، ما عندي شيء، بخلي المكان هذا فاضي. بس القطار الجاي اللي بحطيه بيكون هني، القطار الجاي اللي بحطيه بيكون هني. المفروض انه يشيل زحمة، لان هذا اكس 4 اكس 3 اكس 2. شوف اذا نحطه هني، ارتب الامور هني،
اظني اختارات اكبر بالتيني اتصور اذا ما كنت غلطان شوفوا اكس 5 بقدر الحين شو التذاكر عندي مبيعاتها تعبانه صح؟ لا والله انباعت عادي بالعكس استوى اوكي استوى وايد اوكي اول شيء بحط اختار لما بتشوف لي وين بتوصل السكه بخلي 15000 لازم ابقي 15000 او اقدر احط اختار هذا هنا attention please the passenger خلوني اخذ قرض كم باقي على القرض هذا the terminal will reopen at 50 days اوف thank you خلنا ناخذ 200000 اسوي فيها وايد بس الحين اختارات شالين الزحمه انا ما اقول لكم شالين الزحمه لا شالين الزحمه الصراحه بزياده بعد بس ما عندي فلوس والاختارات هاي غلط لحظه خلنا نوقف اللعبه زين اوبجكت روي بلد يمكن اذا جبت هذا ايوه بالضبط هذا خله مكانه بس هذا بشل الاوبجكت هذا لحظه زين بشل الاوبجكت هذا ابى اجيب القطار اقدمه لازم اشيل الاوبجكت كامل لحظه بستفيد من الموجود بستفيد من الموجود استفيد من موجود لين منطقة ال VIP ولا منطقة ال VIP ولا اقدمهم قدام خلي اختار هذا بكبره منطقة ال VIP من اليسار ما استنزل عادي اقدر امد هذا من هنا شوي انزل هذا مرة دايركت عند الكنترول روم انزل ان شاء الله ان شاء الله الفلوس ما تنقص غالي غالي شوفوا يعني هذا لو انا كنت متهور شوي الحين توهق شوي تهورت بس شوي 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 تهور شوفوا بس بيحسب لي الاكس 1 من تحت ترى ظني ها مش من فوق الحين لازم اعدل القطارات يعني هذا صعب تعديله شوفوا وين بيدخل هني بيسوي لي ازمه في حياتي حتى هذا القطار اظني بشوف من وين ينزلون هل اذا مديت هذا لان شوفوا يعطيني الاكس 5 اظني اذا مديت هذا ينزلون ولا ما ينزلون الحين بشوف من اذا ينزلون ولا ما ينزلون لحظة اشوفهم اذا ينزلون ما ينزلون انزين عندنا واحد مفروض يداوم 24 ساعة وين صار عادي استقال والله عاقل شغل كله علي انا عندنا ازمه خفيفه في المواصلات زين ما اعرف هاي وين بينزلون ان شاء الله ينزلون على هذا عادي ان شاء الله يعني هذا شوي شكله غلط ايوه هذا يوصل شوف ناس من هني بس تنزله خلني امد هذا عقب الليل هذا خله براي عادي براي طاب زين الحين نحن بنهتم في هذا القطار الاول والقطار الثاني زين بنرجع القطار الاول والقطار الثاني من بعد ولا زين صبر انا ليش ما عندي حبه هني 150 ما عندي مو مشكله خله براي خلي الناس تنزل الحين بس الناس محتاجة مسافة أكثر لين داخل يعني المفروض أحط الخدمات الحين كلها فوق زين أحط الخدمات كلها فوق ومد القطار قد ما أقدر وخدمات هني فقط ما عليه اكتشفت نوعا ما بالطريقة الصعبة شوفوا اللي أنا أشوفها قاعد ينزلون هني بس ما شفت حد ينزل هني هاي المصيبة ودي أكمل وياكم لكن وقت الحلقة لليوم خلص نشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله على خير بنسير القطار الأول والثاني مرة ثانية نعدلهم نزيد عدد الناس اللي يدخلون نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.